قال لهم أنا هموت الحقوني، وكل اللي فكروا فيه هو إنهم يصوروا. المنتجة ليلى الشبح بتكشف مفاجآت جديدة في لحظات الوداع للموسيقار حلمي بكر، وسر الفيديو الأخير دي على فراش المرض. مش هتصدق اللي قالته. جدل كبير تسببت فيه المنتجة ليلى الشبح بعد ما وصلت هجومها لأرملة الموسيقار حلمي بكر سماح القرشي، واتكلمت عن اللحظات الأخيرة في حياته والفيديو اللي انتشر لحلمي في فراش المرض وهو في لحظات الوداع. ليلى قالت في اللحظات الأخيرة لحلمي بكر كان معاه أرملته سماح القرشي وشخص تاني اسمه بسام، وقالت إن في الوقت ده قرروا إنهم يصوروا الموسيقار الراحل وهو في لحظات وداعه. مش بس كده، لكن كمان سربوا الفيديو على الرغم من إن في الوقت ده حلمي بكر ظهر وهو بيقول هموت الحقوني، وبعدها لفظ أنفاسه الأخيرة، واتهمت ليلى اللي صور وسرب الفيديو بمعدوم الإنسانية. لكن دي مش المرة الأولى اللي تشن فيها ليلى هجوم كبير على أرملة حلمي بكر، لكن في الأيام اللي فاتت حصل اشتباك بينها وبين أرملته في الجنازة، ووقتها اتكلمت ليلى عن معاناة حلمي وقالت في تصريحات مثيرة إن حلمي بكر كان بيتعرض لمعاملة مهينة في أيامه الأخيرة. ليلى قالت إن أرملته كانت بتهينه، كان عنده برنامج في المدينة وسيد عمر المصور راح جابه وحجزته معاه وقفلت عليهم. عذبت حلمي وشتمت سيد عمر المصور بتاع المدينة. مش بس كده، لكن المفاجأة اللي كشفتها ليلى كانت في تعامل أرملته معاه، وقالت إن أرملته أساءت المعاملة لي وشتمته قدام سيد عمر، والمصور قال لها طيب أنت قصتك مع جوزك طلعيني من الشقة. راحت شتمته، أنا ما بتواصلش معاها خالص، وأنا زعلت وقلت لحلمي بلاش ترجع لها لأنها عذبته قبل كده وجابت له بلطجية وكانت بتولع السجاير وحطها في جسمه، ما كانش بيحبها، كان عايش معاها عشان بنته. اتكلمت كمان عن كواليس أزمة دفن حلمي بكر وقالت جابت بلطجية علشان تاخد الجثمان وتدفنه الساعة 10، واللي حصل ده ما ينفعش، ده قيمة وقامة لينا كلنا وما ينفعش مراته تعمل كده. حلمي بكر حياته ما كانتش سهلة، ورحيله كمان كان مليان بالتفاصيل الصعبة. أزمة صحية بعد النصب عليه في مبلغ مالي اتطورت لتدهور كبير في حالته، بقى طريح الفراش، دخل في أزمة مع نقابة المهن الموسيقية، بعدها ظهرت أرملته في الصور. لكن مين هي المنتجة ليلى الشبح صاحبة الأزمة مع أرملة حلمي بكر؟ ليلى بتمتلك شهرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، زوجة رجل الأعمال المصري الراحل فؤاد الشبح وأم لثلاث بنات أمل وشهد ومريم. بتعمل المنتجة في الإنتاج الفني وأنتجت عدد من الكليبات، لكن زعصتها من خلال إنتاجها الفيديو كليب الواد ده بتاعي، واللي كان من بطولة ابنتيها مريم وشهد، وأثار الكليب ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي في وقت عرضه عام 2017 بسبب الانقسام على الكلمات التي تضمنها.